والله انا ادعو المواطنين للمشاركه في الانتخابات، لان ده شيء استحقاق ديمقراطيه. وطبعا احنا محتاجين مجلس نواب، ولكن للاسف الشديد احنا محتاجين، يعني كنت امل او والناس كلها تامل ان الرئيس ياسس حزب سياسي، تمام، يعرف ينزل هينتخب مين بالظبط، لكن كده للاسف الشديد يعني الناس محتاره يعني للاسف. ولكن انا ادعو من هنا، ادعو الرئيس السيسي ان هو ياسس حزب سياسي قوي، الناس تعرف تنزل تنتخب.